مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. استغرب عدد كبير من متابعين رضا الوهابي عن سبب حذفه لكل صوره على حسابه على انستغرام وتغييره لصورة البروفايل، ليكتشفوا أنه كل هذا كان تحضير لسلسلة رضا جاي لموسمها الثاني واللي رح يطلقها رضا اليوم، من بعد ما حضر لها لمدة أشهر عديدة، بداية من المغرب لتركيا لدبي مؤخرا. كم نسبة حماسكم لسلسلة رضا جاي لهذا الموسم؟ أما فريد فعم يستعد لإطلاق قناته الجديدة اللي راح تكون قناة خاصة بالجيمينج، فشارك هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه للقناة واللي حصدت أكثر من 70,000 مشترك بدون تنزيله لأي فيديو خلال يومين فقط. ألف مبروك لفريد، من نجاح لنجاح إن شاء الله. أما رزان فشاركت هذا الستوري على انستغرام وأظهرت هذا الإيموجي، حيث عم بتحمس المتابعين لمفاجأتها الجديدة، وتساءل الجمهور هل المفاجأة عبارة عن أغنية؟ وأجابت رزان بلا، ما رح تتوقعوا. شو هي توقعاتكم لمفاجأة رزان وشو عم تخفي رزان على المتابعين؟ وبخصوص أغنية رغدة واللي رح يكون عنوانها قلق واللي رح تنزل قريبا على قناتها على يوتيوب، بلشت رغدة بتصوير الفيديو كليب الرسمي للأغنية، فشاركت هالستوريهات وأجابت على أسئلة وتوقعات المتابعين بخصوص الأغنية من اسمها. مرحبا يا حميم، إلي هيك مبلوشة هلا كم من يوم عشان الميوزك فيديو، مبارح خلصنا أخيرا الأوتفيتس وكل إشي، وبكرة رح يكون تصوير فيديو كليب. أما جواني ففاجأ المتابعين بهالستوريهات وكشف عن تحضيره لأغاني جديدة، الأولى رح تنزل بهالشهر والثانية قريبا جدا. عندي خبرين حلوين أول ما نام لازم أقلكن يوم. أول خبر أنه هاي السنة رح تنتهي بغنية مني، وهي الغنية بتحكي عن حالي وبتحكي شيء كتير علامة نصرتي لغيري، هي الغنية إلي. وفي الخبر الثاني اللي هو في عنا غنية تانية من حيدر جيتار هدونا ياها، شكرا حيدر، شكرا طيبة، رح تكون واو واو واو. أما نور ستارز فأعلنت عن تعاونها مع لعبة ببجي موبايل، حيث تم إضافة حزمة صوت خاصة بها باللعبة. روح للعلامة، روح الزون الحين، دور على سيارة، جمعوا عندي، جمعوا، انسحبوا. وغير عن هذا فرح تكون في أغنية خاصة للعبة ببجي من أداء نور ستارز، فنزل هذا التيزر الرسمي للفيديو كليب بصفحة اللعبة الرسمية، ومن الممكن أنها تكون باسم أكو عرب بالطيارة، فشاركت نور ستارز هالصورة على انستغرام وكتبت قريبا جدا أكو عرب بالطيارة. ما رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.